مساء الخير، معكم منير عجم. اليوم آخر يوم لنا بتركمستان، بنرجيكم مبدئيا هالاكوموديشن تبعنا، لأنه نحن بكامب فاسيليتي. أنا غرفتي وحدة من هالغرف من ورا وراي. طقس بارد هلا، تقريبا الحرارة شي 2 أم 3، بس الأسبوع كله برد، بس على الأقل ناشف، ما في شتاء. منطقة صحراوية بس صحراء باردة. ننتقل الاخر فيديو يمكن نسجله من هالمنطقه، لانه اليوم خلصنا التريننج وبنرجع على دبي لكم يوم قبل ما نرجع على لبنان. يعني نرجع لدبي شوي ونتدفى شوي بدبي، نرجع ننزل على لبنان على البردات من جديد، والشتاء ومطر وثلج. بهالفيديو حنركز على موضوع بلشنا فيه بالمبارح، اللي هو موضوع الاستيميتنج. امبارح تكلمنا عن كيف بنقدر كلفة المشروع بطريقة جيدة، شو هي الضرورة، شو هي المعلومات الأساسية تساعدنا نعمل تقدير كلفة مشروع بطريقة ممتازة، وكمان شو هي مكونات اللي بتكون ممكن تكون في كلفة المشروع. بس ما تكلمنا عن عدد الأسمت، كم أسمت لازم نعمل على المشروع. هلا بالطبع نحن اللي دارس بي ام اي وبومباك وايسو وبيركز على شيء اسمه البروسس جروب، وبيعرف انه الاستيميتنج هن من ضمن البروسس جروب، وكمان ممكن يكون فهمان غلط انه البروسس جروب هن بروجكت فيزز. بيقول انه على المشروع طالما البروسس جروب موجود، اللي هو بلانينج فيز، تنقول البلانينج بروسس جروب هو البلانينج فيز، هيك بيفكروا. يعني هو غلط هالمعلومه، معناتها الاستيميت نعملها مره واحده بس. طبعا احنا قلنا اكثر من مره يمكن، وبعده فيديوهات ركزنا انه حنركز اكثر انه البروسس جروب هن مش بروجكت فيزز، والبروسس جروب لازم يتكرروا بكل فيز. معناتها لازم يكون عندنا بكل فيز، اما ستيج حسب التسميه اللي بنستخدمها. يعني احنا بنستعمل كلمه فيز للمرحله الاساسيه للمشروع، وستيج اللي هي المراحل الفرعيه. يعني كل عاده كل فيز بيتكون من عده ستيجز. هون احنا بنركز انه بالطبع بكل فيز لازم يكون في استيميت بالطبع، بس هيدي الاستيميت لازم تكون للفيز نفسه. يعني احنا عم نشتغل نحن بالفيزيبيليتي فيز، لازم يكون عندنا مثلا استيميت الفيزيبيليتي فيز. عم نشتغل انجينيرينج فيز، بيكون عندنا استيميت الانجينيرينج فيز. اذا كنا بالكوميشنينج وستارت اب فيز، بيكون عندنا استيميت لهالمرحله هاي. بس بالاضافه الى هالاستيميت اللي عم بتكون عندنا للمراحل تبع المشروع، اذا بنطلع على المشروع عن مدى حياه المشروع من اوله لاخره، وهون بدنا نركز على مدى حياه المشروع من الفكره لاغلاق المشروع، ومن وجهه نظر الشركات اللي الاونر للبروجكت، شو ممكن يكون عندنا كبروجكت استيميت، وكم استيميت لازم يكون عندنا. هون نحن بنقول انه لازم يكون على الاقل في 3 استيميت، وهذا الشيء مش بس راينا نحن، بالطبع هي الممارسات الموجوده عالميا. يعني انه لازم يكون في 3 استيميت على الاقل. الاستيميت الاولى اللي هي بتكون بمرحله دراسه الفيزيبيليتي، اللي ممكن هالأسمت ما تكون كتير دقيقة، ونستخدم تقنيات يمكن تكون بالمقارنة للمعلومات التاريخية على مستوى عالي، مش بالتفصيل. ممكن نستعمل هالأسمت نحنا، بس تستخدم يعني ممكن يكون الأكريسي تبعها من 25، يعني ماينس 50 تو بلس 100% ممكن، أما ماينس 50 تو بلس 50. رغم هالشي هالأسمت أكيد مش ما بتفيدنا للكنترول، بس بتفيدنا، يعني بتفيد شوي بس مش هي اساسيه للكنترول، بس هي بتفيدنا تتساعد الاداره تاخذ قرار اذا هالمشروع هو فيزبل ولا لا. ونحن هون بنحكي على الاستيميت ممكن يكون كوست وسكجول، يعني الكلفه وبالطبع الجدول الزمني. سو هيدي هي الاستيميت الاولى، ما كتير دقيقه بس على الاقل كافيه تعطينا بعض المعلومات. بنسميها نحن عاده اوردر ماجنتيود استيميت، اما بريمينري استيميت، اما كونسبشوال استيميت، الى عده اسماء. المهم بالاستيميت الثاني، نحن بعد هالاستيميت حيكون في عندنا استيميت ثاني اللي هي بمرحله تطوير فكره المشروع بالديفلوبمنت فيز. فيكون في عندنا استيميت ثاني. وهالاستيميت الثاني ممكن تكون بمرحله مثل ما قلنا الديفلوبمنت فيز، وهي بتكون تركيزها اكثر على بالطبع بصير عندنا نحن تقريبا متطلبات المشروع الرئيسية حددناها، خطة إدارة المشروع بنكون حددناها. سو معناتها صار عندنا معلومات أكثر، بس هالمعلومات لسه مش كافية تكون عندنا تنقدر نعمل نستعملها للكنترول والتحكم بالمشروع.
بس كيف انه نقدر ناخذ قرار اذا هالمشروع السي مفيد والسي ممكن ينجح وقدرين نكمل فيه ولا لا، وبيتاخد قرار على اساسه بدنا نكمل بالمشروع ولا لا. بعد هالاسمت منتقل للاسمت الثالثه اللي هي بالطبع اللي بتصير هي بمرحله ال definition تبع المشروع، مرحله الوضع الخطه الاساسيه والتفصيليه للمشروع اذا بدنا نسميها هيك، اللي هي هون بتكون صار في عندنا نحن يعني بالانجينيرينج بروجكت ممكن نسميها بريمينير انجينيرينج فيز ولا فيد فيز، بغض النظر شو هالمرحله هاي، المرحله هاي بيكون صار فيها الشغل تفصيلي اكثر وصار عندنا معلومات واضحه اكثر عن المشروع، وهالمعلومات التفاصيل اللي عندنا موجوده كسكوب ممكن تسمح لنا نعمل الشيء اسمه ديتيلد استيميت اللي هي بتعتمد على تفاصيل على تفاصيل نطاق المشروع، وعلى الاساس نحن ممكن نعمل استيميت تكون تقريبا ماينس بلس اور ماينس 5% اما بلس اور ماينس 10%، وهذا الشيء يعتبر جيد جدا كاستيميت تفصيليه كافيه للاداره تاخذ قرار اذا هالمشروع بيمشي ولا لا، وعلى اساسه بياخذ قرار والموافقه على المشروع. هاي الاسمت الاخيره بتكون تقريبا هلا ممكن يعمل اسمت بعد الانجينيرينج كمان، بس بهالوقت هذا على معظم الشركات العالميه اللي بتشتغل على كابيتال بروجكت الاسمت الثالثه هي بعد مرحله الفيد ولا البريمينير انجينيرينج تكون هي الاسمت الاساسيه، وعلى اساسها بيتم الموافقه على تمويل المشروع. هلا مجرد مسيره موافقه على تمويل المشروع ساعتها بننتقل نحن للمرحله التنفيذيه الهندسي والتصاميم والانشاءات، بس قبل خلال هالمرحله هاي ساعتها هالاسمت الاخيره اللي عملناها لانه فيها تفاصيل ممكن تستخدم للكنترول اسمت، بتصير نقدر نحولها لشيء اسمه تايم فيز بادجت والبرفورمانس مانجمنت بيس لاين، وعلى اساسها بنستخدمها للتحكم بالمشروع والكنترول خلال مرحله تنفيذ المشروع لانه مفصل كفايه. وهون فينا نقول هاي نهاية هالفيديو، تصبحوا على خير ومنشوفكن أما بتشوفونا بعد كم يوم يمكن من دبي ولا بكرة ما بنعرف، إلى وقت آخر تصبحوا على خير.